نورة. الو، اهلا يا نورة، ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ازيك يا ورحمة الله. دكتور؟ اهلا وسهلا، ممكن بعد اذنك كنت عايزه اسال عن الشيخ حاجه كده. اهلا اتفضلي. وسهلا، انا اول كنت عايزه اسال سؤالين يعني بعد اذنك. اتفضلي. اول سؤال، انا بقالي 3 سنين متجوزه، هو جوزي غريب عني، حصل خلافات كتير بيني وبينه، كنت بزعل وكانت بتوصل للطلاق وكان في ناس بتتدخل وكنت برجع. ففي كل مره كنت بدي فرصة تانية فرصة تانية فرصة تانية. أنا قبل ما ارتبط بجوزي أنا كنت بحب ابن خالي، وحصل مشاكل وكده، فما حصلش نصيب بينا وبين بعضينا، فاتجوزت إيه غريب. فجيت بعد ما اتجوزت وكده وحصل مشاكل، أنا كنت هتطلق ووصلت للطلاق خلاص، فتدخلت ناس ورجعت وكده، وهو حصل منه مشاكل كتير. فبعد العيد الفترة الأخيرة اللي فاتت دي حصل منه مشاكل كبيرة تانية، وأنا سكت عنها ومعرفتش حد من أهلي، يعني هو عمل موقف مش كويس. فحاليا أنا في مشاكل وفي خلافات ما بيني وما بينه. هل يعني أنا يعني بعد احترام لحضراتكم ببقى معاه هو بعقلي، لكن مع إنسان تاني بقلبي، انت مش خلفتي؟ عارفة. لا، ما خلفتش، وثلاث سنين، وتأثير الخلفة برضو من ناحيته، من ناحيتي أنا تمام، مفيش أي طيب حاجة. السؤال هنا يا الخلفة فندم، دي، سؤال، انت حضرتك السؤال بكل كنت عايز وضوح، أقول لحضرتك، أنا لو طلبت الطلاق هل كده أنا أبقى غلطانة هو بس بكل ولا وضوح ابن خالك اتجوز؟ لا؟ طب حضرتك سامحيني، لسه على علاقة بيه دلوقتي؟ في تواصل لا 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 خالص؟ خالص خالص. طيب. بس بس عينك برضو مايلة هناك يعني؟ إيه؟ إيه؟ قلبك مايل هناك؟ بقول لحضرتك انا ببقى مع، عشان ربنا يسامحني، يعني انا بقول الحق عشان ربنا ايه يسامحني، انا ببقى مع جوزي بعقلي لكن معاه هو بقلبي، ومش قادره انساه ومش عارفه اشيله من بالي، مش قادره. طب هل ده ممكن يكون مأثر على طبعا تقبلك لأصل طبعا ما فيش حد اه، من وقت للتاني بيأثر على علاقتي يعني انت بجوزي، الغلطة بتاعته بتكبر بقى في عينك ومش بتكبر في طايقاه عيني. وايه لأنك وحاجه بس مشغولة ابدا بحد امسكها تاني؟ عليه بقى عشان اقول ايه، اخلص بقى بسرعه وكده، بس انا معترفة. اتشريته مره هي واثنين معترفة. وثلاثه. طب هو وعدك يا فندم ابن خالك، ممكن وعدك لو انت اتطلقتي من ده هتتجوزك؟ بص، هو ابن خالي ده يعني نسمه، ما بيقولش، هو ده اللي يقول انا مش عايز اخرب عليها، هي خلاص حياتها اللي يعني هو اختارتها. عارف ان انت بس لازلتي، انا لما اسمعيني بس تحصل، اسمعيني، هو عارف ان انت لازلتي متعلقة بيه صح؟ هو عارف طيب وحاسس، ايه اللي عرفك بقى وفي وحاسس؟ ايه اللي عرفك؟ فترة الزعل، في فترة الزعل الأولى كنا خلاص وصلنا للطلاق، كان أول سنة جواز، هو قال لي أنا لسه ساريكي، ولو أنا مش هخرب عليكي، لو انفصلتي أنا لسه طب ده بعيدك. كلام، شكرا شكرا، وصلنا للشكر. شكرا. قامت الكلمة ايه داخلة رأيك بقى؟ رشقت بقى بس خلاص. خلاص. طيب دلوقتي نورة قالت لك ده هو نسمة ابن خالتي وقال لي مش هخرب عليكي، بس انا شريكي، يعني ايه حتة كده، انا شريكي لو اتطلقت انت تبعي. فطبعا هقول كلام بس ما تزعليش مني لا، انا ما على بزعلش، الهوا. اتفضل لا لا، حضرتك. خلينا نقول الجد. ما هو احنا عايزين الجد. هذه زوجة خالص.